مساء الخير، ازيك؟ الحمد لله. لسه قلقانه؟ قول لهم. لا مش قلقانه. ايوه ما بنخافش ولا نقلق ابدا ابدا. الشباب ده المستقبل والامل والحلم، كل الشباب كده. ربنا يديكم الصحه ويوفقكم. بكره قدامكم، مش النهارده، بكره قدامكم. بس انا عايز، يعني دي النصيحه بتاعت امبارح، فانا لازم اخد لازم اخد المقابل بتاعها، مش كده؟ لتحيا مصر، يعني تحيا مصر، تحيا مصر بيك. انا سعيد جدا جدا بكلامك وبكلامكم وبالمعنى اللي انتوا قدمتوه لينا كلنا، للناس، ان احنا مختلفين، والاختلاف ده قيمة كبيرة، مش عيب ابدا. كلنا في كلامنا، في لغتنا، في شكلنا، في ثقافتنا، في عاداتنا، في تقاليدنا، حتى في ديانتنا، مفيش مشكلة. سعيد بيكم وسعيد باللي قدمتوه، وبشكرك يا سالي تاني. Thank you, everybody. This has been an amazing experience. I've come a long way and I've learned a lot. لقد تعلمت الكثير في هذا الأسبوع الماضي. كنت أنا الشريرة في هذا الفيلم. After meeting these girls, ولكن بعد مقابلتي لهؤلاء الفتيات تعلمت شيئا. أنه إذا ما حوطنا أنفسنا بالأشخاص الجيدين سوف نجد أنفسنا وسوف. وأنا سعيدة جدا أنني وجدت نفسي. وجميعنا لدينا هذه الطيبة في داخلنا لنجدها جميعا. شكرا. سيادة الرئيس، الحضور الكرام، أعتقد أني مرة محظوظة أني كنت جزء من هذه التجربة، ومحظوظة أكثر أنها موثقة. لما الناس يشوفونها يحسون بالإلهام، لأنه إحنا بطبعنا نسائيين، وخصوصا في ظل ضغوط وضوضاء الحياة. أوقات بنعتقد أنه الأسهل أنه إحنا نقول أنه إحنا مختلفين، فخلاص ما نقرب ونحكم على بعض من بعيد ونحط الناس في مسميات وقوالب. لكن لما نعطيهم فرصة أنه إحنا نقرب ونعرفهم عن كثب، بنكتشف أنه إحنا بالأخير زي بعض ونشبه لبعض، وبيننا أشياء كثيرة مشتركة، أهمها الإنسانية. أنا مرة ممتنة لمنتدى شباب العالم على هذه الفرصة، لأنها سمحت لي أني أتعرف على نفسي أكثر قبل ما أتعرف على هذه البنات، وممتنة مرة أخرى لأنه هذه فرصة تحصل مرة واحدة بالعمر. شكراً. Hello everyone. Good evening, مرحبا بكم جميعا. مساء الخير سيدي الرئيس. My name is Clarice. اسمي كلاريس. I'm so honored to be standing in front of each and every one of you. وأنا أتشرف حقا بالوقوف أمامكم جميعا الليلة. This is my greatest achievement. أعتقد أن هذا هو أعظم تجاربي منذ بداية هذا العام. تعلمت الكثير، وخاصة في الأسبوع الماضي. لقد شاركت تجربة رائعة، وأنا أشعر بالتأثر الشديد لدرجة أنني سوف أبكي. أعتقد أن العالم يحتاج إلى المزيد من الحب والقبول. نحتاج إلى أن نعرف كيف نقبل الجميع ونحبهم بشكل متساوي، وهذا هو ما علمتنا الجائحة في خلال العامين الماضيين. لابد أن نظل متحدين، لابد أن نحب الجميع ونتقبلهم كما هم. شكرا جزيلا. شكرا سيادة الرئيس، شكرا أن حضرتك اديتني فرصة أني أتكلم، شكرا أنك اهتميت أنك تسمعني، وحتى أن كلامي يكون مش مهم جانب الأسئلة الموجودة في الندوة. شكرا للجنة المنظمة للمؤتمر،
إنها أتاحت لنا فرصة إن إحنا نكون موجودين هنا النهاردة. أمي كانت دايما بتشجعني وتقول لي اختلاف شكلك مش ميزة مش عيب. وهيجي يوم وأثبت ده. وهيجي يوم وأثبت ده. وأنا وسطكم النهاردة حاسة إن اليوم جه. شكرا ليكم. شكرا سيادة الرئيس.